القرار في غفلة من الزمان. احنا بنطالب بشكل مبدئي انه هذا القرار تشكل لجنة تحقيق في مدى نزاهة هذا القرار وقانونيته، هذا بشكل مبدئي، لأن هذا القرار يؤثر على قطاع النقل سلبا ويلغي كثير من الاتفاقيات مع وزارة النقل والمواصلات، بما أنها أصبحت هي ليس صاحب القرار في هذا الموضوع. بشكل مبدئي هناك يوم الثلاثاء هي مسيرة ستكون من أمام وزارة النقل والمواصلات وصولا إلى المحكمة، أمام محكمة العدل العليا. اليوم بنطالب أن محكمة العدل العليا تحاول تتراجع بقرارها فعلا اللي منافي للقانون ومغاير للقانون الأساسي الفلسطيني، وما ترى في ما أعلن عنه مراقب المرور إذا كان هناك خطأ في القانون يحاكم، لكن إذا كان سليم 100% المفروض أنها تتراجع عن قرارها. نتمنى أن تتراجع عن هذا القرار. يعني هذا موضوع خطير جدا، لأنه المحاكم عندنا محكمة العدل العليا الفلسطينية تتدخل في قرارات وزارة المواصلات، يعني هي وضعت نفسها مكان الوزارة صاحبة الاختصاص، منحت تراخيص لناس ما لهم علاقة بالشركات نهائيا وادخلوهم على شركات قائمة موجودة بدون أي وجه حق، مع أنه هذه الأمور من اختصاص وزارة النقل والمواصلات، هي صاحبة الاختصاص. وهي مش أول قضية، هاي القضية الثانية بتحصل تقريبا في نفس الهيئة الحاكم في محكمة العدل العليا، ونفس القرارات تقريبا اللي اتخذوها اللي هي ضد مصلحة الشركات القائمة، وما في أي عدل في هذا الموضوع نهائيا للأسف. يعني هذا القرار تم رفع قضية على مؤسسة دافعنا عنها بدمائنا وبشهدائنا، حتى تكون مؤسسة زي مؤسسة وزارة النقل والمواصلات لها قرارات ولها قرارات يعني مختصة بها. احنا لنا شرعية، عندنا رئيس لا يقبل الظلم في هذا الموضوع.